بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا وطالباتنا الأعزاء، أول ما نفتتح هذه المحاضرة الأولى في منهج إدارة المشروعات الصغرى، نحييكم في البداية بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه المنهج أو هذه المادة ومفرداتها التي تسمى بإدارة المشروعات الصغرى أو إدارة المشروعات الصغيرة، من الإدارات الحديثة التي اهتمت بها العديد من الدول الطامحة في التوسع في النشاط الاقتصادي والتخلص من العبء من القطاع الحكومي أو القطاع العام الذي يلقي بظلاله على كاهل الدولة. فالعديد من الدول المتقدمة والدول التي تدعم القطاع الخاص أو خاصة فيما يسمى بالدول الرأسمالية وبعد سقوط النظام الاشتراكي في العالم، اتجهت العديد من الدول إلى دعم القطاع الخاص من خلال عدة سياسات واستراتيجيات تسويقية واقتصادية ودعم القطاع الخاص وأحداث تنمية اقتصادية والنقل الأعباء والأعمال والنشاطات التي تقوم بها الدولة إلى التجار وإلى رؤوس الأموال وإلى الشركات والمؤسسات، والتي تحاول أن تقدم أفضل الخدمات وإنتاج أفضل السلع إلى المواطنين أو الأفراد أو داخل الدولة، والتوسع في النشاط الاقتصادي، حتى أن العديد من الدول التي نجحت في المشروعات الصغرى قامت بإنتاج السلع وخدمات وتصديرها إلى خارج الدولة. ومن بين هذه الدول مثلا على سبيل المثال للحصر مثلا الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا وفي فرنسا وفي دول الشرق الآسي وخاصة في الدول هذه، لأن توا قلنا المشروعات الصغرى نظام حديث وأن أو إدارة حديثة متوغلة أو متداخلة في القطاع الخاص الاقتصادي للدولة. فمثلا نقول الولايات المتحدة نظام قديم، تعتبر في النشاط القطاع الاقتصادي أو القطاع أو النشاط الاقتصادي بتاعها قديم، لكن وبالرغم من ذلك وكبر حجم الإنتاج وكبر النشاط الاقتصادي، لكنها لجأت إلى القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغرى وإنشاء هذه القاعدة للتوازي مع القطاع الحكومي وعن النشاطات العامة التي تقوم بها الدولة. لكن المشروعات الصغرى نجحت بالتركيز أكثر في الأنظمة التي في شرق آسيا، لأن هذه دول تعتبر ماهيش قديمة جدا اقتصاديا وما عندهاش حجم النشاط الاقتصادي الكبير، لكن هي لجأت إلى ذلك لأن إمكانياتها ومواردها الاقتصادية ما تسمح لهاش أن هي مثلا توازي أو تواكب التطور الهائل في الاقتصاديات الكبيرة والعظمى مثل الصين أو أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو الدول السبع الصناعية زي اليابان مثلا وكندا. لكن هذه طبقت المشروعات الصغرى والأفكار الناجحة معظمها تأتي من هذه الدول اللي هي دول شرق آسيا. فبالتالي نلاحظ أن هذه الدول فكرة النشاط الاقتصادي لجأت إليها لأن إمكانيات الدولة ضعيفة. مثلا من بين هذه الدول دول نمور آسيا ودول شرق آسيا الجنوبية، مثلا من بينها مثلا تايلاند وتايوان وهونغ كونغ وماليزيا وأندونيسيا والعديد من الدول، حتى الهند يعني نشاط بمنها الدولة يعني متطورة في الصناعة ودول النادي النووي ودول عندها صناعات كبيرة، لكن هذه الدولة ناجحة فيها حتى هي المشروعات الصغرى لأن العدد الهائل والاقتضاد السكاني هذا لجأت خلت هذه الدولة إنها تدعم إلى حد ما المشروعات الصغرى. والهند تعتبر الآن من الدول الريادية في المشروعات الصغرى، لأن الدولة يعتبر من غير المجدي أو من غير الاقتصادي إن هي توصل السلع والخدمات إلى جميع أفراد المواطنين في دولة مثلا مكتظة بالسكان، مثلا نقول زي الهند أو مصر، مثلا زي الهند مثلا مليار إلا ربع
او مصر مثلا فوق 100 مليون، فبالتالي تدعم، تحاول انها تخلق نشاطات محليه وصناعات محليه ونشاطات اخرى. طبعا المشروعات الصغرى ما تحدثش غير على النشاط الصناعي، احنا ناخذنا جزء بس اللي هو نشاط صناعي، لكن المشروعات الصغرى تحدث عن النشاط الصناعي والنشاط الخدمي والنشاط الزراعي. بالعكس يعني ان النجاح وثمرة النجاح والتميز والريادة في الأعمال الخدمية أكثر من الأعمال الصناعية، خاصة في دول اللي هي قلنا دول شرق آسيا أو بعض الدول الكبرى، حتى نفس الشيء زي أمريكا مثلا. يعني فشخص يأتي بفكرة جديدة مثلا تتعلق بعلم البرمجة، بالحاسوب، بالهندسة، بالهندسة الوراثية، بالطب، بكذا، بالمعامل التحليلية، الصناعات المحسنة هذه أو الوراثية مثلا في الزراعة وغير ذلك، أو خدمات مثلا تحويل العملات، إنشاء مراكز صرافة، مثلا خلق شركة أو صناعة أو إنشاء شركة مثلا تتعلق بأصل العمليات الاستشارية المالية الاقتصادية، أو ما يسمى نقول مثلا إحنا نقول مثلا دراسة الجدوى الاقتصادية، لأن تضم عدة نشاطات: اقتصاد وتسويق وشراء وبيع وتقديم استشارات فنية ودعم لوجستي واستشارات قانونية وتنظيم إداري وما إلى ذلك. فبالتالي إن مثلا قلنا المشروعات الخدمية هذه البسيطة، هذه اللي في فكرتها ممكن تأتي من الأفكار من الأشخاص الرياديين أو المؤسسات الريادية البسيطة، وتبيع هذه الأفكار ممكن لشركات كبرى مثلا زي شركة مايكروسوفت، تتعامل مع عديد من الناس الرياديين اللي هم عندهم أفكار في تطوير الأشياء أو في البرمجيات أو في الأشياء تتعلق بالهاردوير، وهو مثلا في علم الطب نفس الشيء، في تطوير مثلا بعض الصناعات اللي تتعلق بالمعامل المجهرية والمخبرية وكذا، تأتي من أفكار رياديين كيف يطوروا الحاجات هذه او الاعمال الصناعيه او الاعمال الخدميه. او طبعا قلنا حتى في الزراعه، وخاصه في الزراعه تنجح هل بالمشروعات الصغرى وفي العديد من الدول الناميه في الانشطه الزراعيه. حتى في ليبيا احنا هنا مثلا النشاط الزراعي كان، المشروعات الصغرى كانت ناجحه الى حد ما في النشاط الزراعي. المشروعات الصغرى كانت ناجحه في النشاط الزراعي، علاش؟ لأن كانت عندنا المزارع التي يمتلكها مثلا العائلات أو مجموعة من السكان في جنب بعضهم، أو شخص أو شخص يعني معاها مجموعة شركاء ياخذوا مثلا مزرعة فيها جميع أنواع الفواكه والخضروات، ويقوم مثلا باستثمار الزراعة لهذه المزرعة والإنتاج منها، ومن ثم بيع هذه المنتجات إلى الأسواق القريبة مثلا اللي هي في هذه المدينة أو في هذه المربع اللي يوجد فيه مجموعة من السكان أو في هذه القرية وما إلى ذلك. فبالتالي هنا يعتبر مشروع صغير ناجح في هذه الحيز المكاني اللي هو أو في هذه المدينة ما. ولما يكون فيه مثلا عندي طفرة في الإنتاج أو زيادة مثلا إنتاج زراعة، ممكن احنا نصدر إلى مدن قريبة. وخير دليل على ذلك مثلا الأسواق المحلية اللي هي تنتشر مثلا في العديد من المدن، تأتي إليها مثلا من المدن المجاورة، لأن فيه مثلا في وفرة في الإنتاج، وخاصة قلنا السلعة الزراعية هذه سلعة ما تحملش يعني إنها تبقى، لأن عمرها الاستهلاكي قصير، فبالتالي ممكن تنتج في بداية الأسبوع وتباع في بداية أو أقصى حد نقول مثلا في نص الأسبوع، متى مرت السوق المحلي هذا المكان يعني معبى، أو الناس خذت حاجتها أو اكتفت اكتفاء ذاتي من السلعة هذه، ممكن نلجأ إلى أسواق قريبة لإشباع حاجات الناس. وبالتالي يعتبر مشروع صغير قام بإشباع حاجات الأفراد وتحقيق المنفعة لهم، ومن ثم تصدير هذه السلعة إلى مدن أخرى. ونفس الشيء قلنا المشروعات الصغرى في بداية الحديث في هذه المحاضرة، قلنا العديد من الدول مثلا قلنا زي أمريكا عندها مشروعات صغرى مثلا إنتاج سلع وخدمات، تنتج هذه السلع والخدمات وتبيعها إلى دول أخرى مجاورة أو دول أخرى مثلا حتى بعيدة عليها، ما تكونش حتى مجرد تربطها معها علاقات اقتصادية. ومثلا في دول اخرى مثلا على سبيل المثال زي مصر مثلا تو حنا، او في الجزائر او في تونس، عندهم بعض الشيء مشروعات صغرى، ومثلا حتى في دول اخرى مثلا نقول في الدول
الشرق الأوسطي، مثلا بينها مثلا إيران وباكستان، هي عندها العديد من الصناعات التي تتعلق التي تضم تحت خانة أو صفة أو تصنيف المشروعات الصغرى، تبيع هذه السلع إلى الدول المجاورة لها التي تربطها معها علاقات اقتصادية. طبعا بعدين في الفقرات القادمة إن شاء الله في هذه المحاضرة إن شاء الله نتكلم على، إحنا تو نتكلم كمدخل عام لإدارة المشروعات الصغرى وفهم العام كيفية نجاح هذه المشروعات الصغرى في العديد من الدول، وكيفية إحداث الإنماء المحلي للاقتصادات اقتصاديات الدولة، وتطوير من هياكل الخدمة والتطوير الحضري لهذه الدول. التطوير الحضري يعني مثلا دون مدن أو قرى، في بعض لما نقول مثلا إحنا عندنا مدن في الجنوب على سبيل المثال، الخدمات تحت أقل الدولة مهملة مثلا، أو مدن مثلا في المنطقة الغربية أو في أقصى الشرق، ما فيش تطوير حضري جيد، يعني مثلا التكنولوجيا ناقصة، التقنية ناقصة، الاستثمار الزراعي الجيد المعمول به في العالم ناقص، مثلا كيفية الاستفادة من المياه والري والتقسيم الزراعي وكيفية الحفاظ على السلعة والمبيدات وما إلى ذلك. هذه المشروعات الصغرى لما تكون وفق دراسة جدوى اقتصادية ومعدة من قبل خبراء ومثلا ناس متميزين وناس مثلا متخرجين من كليات وناس عندها الاكسبيرينس يعني الخبرة في المجال الزراعي، بالتالي تنجح في التطوير الحضري لهذه المدن مثلا النائية أو القرى النائية، اللي هي مثلا الدولة ما تقدرش إنها توصلها مثلا سلع وخدمات لأقصى مسافات بعيدة، مثلا نقول زي عندنا إحنا في مدن بسيطة جدا يتعدى عدد سكانها، أو قرى يتعدى سكانها 5000 أو 4000 نسمة، فبالتالي هذه لابد إنها تدعم الدولة النشاط الاقتصاد ده، يكون في هيئة مشروعات صغرى، لأن المشروعات الصغرى يكون استفادة محلية وتنمية محلية، لأنها بتحقق لها عدة أشياء: أولا التطوير الحضري، ثانيا الزيادة أو التخلص من البطالة لهذه الدول، لأن ما فيهاش قطاعات، ما فيهاش مؤسسات دولة، ممكن النشاط الزراعي كانت فيها مثلا ضعيف، ولأنه بإمكانيات وبخبراء وكذا ممكن ما يكونش موجود في بعض المدن هذه، أو مثلا إن تحقيق تنمية مكانية والتقليل من النزوح، لأن قلنا العديد من المدن التي لا تحصل على مثلا على نوع من الخدمات أو نوع من النشاط الاقتصادي الجيد، ممكن يكون فيه نزوح لهذه فئة الشباب أو الباحثين عن العمل وخريجي الكليات وكذا، إنهم ينسحوا إلى مدن تانية. وبالتالي لابد من الدولة تحدث تنمية اقتصادية واجتماعية وتنمية شاملة للبلاد ونظامية الطابع، لأن ذات أهمية للإنسان في كل مجال عمله، وأحداث أساليب الإنماء وتغيرات تفكير الفرد نحو مثلا بدل من الركود إنه هو يفكر كيف يقوم بدعم النشاط الاقتصادي. وفي المجمل العام بالنسبة لي مثلا الدولة لما تدعم نشاط اقتصادي في هذه المدينة أو تلك، وأن أهل المدينة يستفيدوا مثلا من هذا التغيير مثلا في القطاع الخاص واللجوء إلى المشروعات الصغرى، هذا يدخل في فئة التخطيط القومي والتخطيط القطاعي الاقتصادي للدولة على مستوى برامج الإنماء وبرامج التنمية. وطبعا تدخل في هذه الخطة مثلا أحداث التنمية الاقتصادية الشاملة في القطاع العام، في القطاع الخاص، في القطاع الخاص تصنيفي، يعني القطاع الخاص اللي يكون مثلا فيه مشروعات كبرى ومشروعات صغرى. طبعا بعدين نجوا إن شاء الله في الفقرات القادمة لتصنيف المشروعات الصغيرة والكبيرة. فمثلا قلنا كيف من خلال دور البنوك ودور الاستثمارات الأجنبية، ومثلا لأن قلنا بعض المشروعات الصغرى ممكن يكون فيها حتى استثمارات أجنبية، لما خاصة دول تدخل منظمة التجارة العالمية، يعني ممكن يجي شخص عنده فكرة مثلا في مجال تكنولوجي أو تقني أو فني أو زراعي، وجي مثلا نقول ليبيا هنا وعنده الافكار هذه ما تكونش موجوده عندنا، لكن فيه الكفاءات البشريه او فيه الاموال، وننشئ مشاريع عديده والعديد مثلا احنا تو المشاريع الفنيه، مثلا نقول الورش والصناعات الحرفيه، في فتره كانت في البلاد ناقصه كلها يقوموا بها اجانب، لكن الناس من خلال الخبره وكذا
فبعض الأحداث غيرت التفكير والمجريات إن بدأوا يقوموا بها أفراد ليبيين أو ذات طابع محلي، فبالتالي لابد أن الدولة مثلا تقوم بدعم النشاط الاقتصادي وحدات تنمية اقتصادية للبلاد، ومن خلال تطبيق نظريات الاقتصاد المطبقة في العالم لتحل المشكلات التي تتعلق بالتخلف مثلا الاقتصادي في هذه الدول، وأخذ تجارب الدول الناجحة في هذه المشروعات. من بينها ما باش نقول، لأن المقارنة لابد تكون وفق معايير، مثلا باش نقول دول كبرى، لكن دول شرق آسيا هل كانت دول ضعيفة، دول ما عندهاش إمكانيات، لكن نجحت القطاع الخاص، والآن القطاع الخاص يلعب دور كبير، عندها صناعات تصدر حتى لدول كبرى وشركات. طبعا هو ما عادش نقول احنا دول، لان تو العالم تحكمها شركات اكثر من الدول، يعني بنقول شركه مايكروسوفت شركه امريكيه، لكن عندها العديد من المواقع، مثلا زي الهند يعتبر ثاني موقع لها، ممكن على مستوى العالم والعديد من الدول. فبالتالي هذه الدول تتعامل مع الشركات الكبرى في مثلا التدريب والتنميه والدخول في الانتاج و أو تقديم الخدمات في القطاع الخاص. هذا بالنسبة كمدخل عام، قلنا مثلا كيف شنت المشروعات الصغرى وعلاش اهتمت بها الدول في الفترة الأخيرة. نظرا لما تلعبهم من دور في تنشيط القطاع الاقتصاد المحلي والخارجي، ودعم تنمية الموارد البشرية، والقضاء على البطالة، وتعديل ميزان التجاري وميزان المدفوعات للدولة، والحفاظ حتى على الإمكانيات وممتلكات الدولة. لما احنا ما يكونش عندنا مشروعات، كل المنتجات والخدمات والمواد الخام تبدأ في البلاد كلها بتطلع برا، لأن ما فيش، ما عندناش مشاريع تنتج، ما عندناش مثلا مزارع مثلا تقوم بتحسين الإنتاج المستمر للسلع والخدمات، ونبدو احنا كل شيء عندنا زي ما صاير توا، الناس ضعفت في بعض الصناعات وبعض المزارع وكذا، كل شيء استيراد، وهذا يلقي بدلاله على كاهل الدولة، ويدخل الدولة في منكفات اقتصادية تؤثر على الميزانية العمومية، وفي حالة في فقرة الواردات بالنسبة للميزانية العمومية. هذا تو قلنا نحن نتكلم وقاعدين كمدخل عام للمشروعات الصغرى. هو إن شاء الله الفقرة الأخرى اللي هي نتحدث على مفهوم المشروعات الصغرى بإذن الله. مفهوم إدارة المشروعات الصغرى، طبعا تتزايد الأهمية مفهوم إدارة المشروعات الصغرى من دولة إلى أخرى، وتختلف من دولة أو تختلف من دولة إلى أخرى طبقا لعدة معايير، من بينها مثلا حجم النشاط الاقتصادي في الدولة. مثلا الحجم الاقتصادي لدولة مثلا زي نقول تونس أو ليبيا يختلف عن الحجم الاقتصادي للتداول والصادرات والواردات مثلا لأمريكا أو كانت دول صناعية. هذه أولا. والتصنيف الثاني مثلا اللي هي المشروعات الصغرى مثلا لحجم السكان، هو نفس الشيء، حجم السكان له دور في تحديد مفهوم المشروعات الصغرى. فالعديد من الدول صنفت أو عرفت المشروعات الصغرى طبقا لمبدأ لمعايير معينة، اللي هي من بينها نقول مثلا على سبيل المثال الحصر على عدد الأفراد، أو على عدد القيمة الاقتصادية للنشاط الاقتصادي، أو حجم النشاط الاقتصادي، أو القيمة المالية، أو مثلا القضاء على البطالة وما إلى ذلك. فمثلا نقول تعريفها من قبل البنك الدولي بأنها المشروعات الصناعية أو زراعية أو خدمية التي لا يزيد عدد الأفراد فيها مثلا أكثر من 50 فرد، وحجم المبيعات والأصول أكثر من 300,000 دولار. فبالتالي البنك الدولي يحاول ان هو التعريف بتاعها ان هو يوجه الى الدول النائية او الدول النامية، لان هو اكثر شيء مهتم بها في دعم النشاط الاقتصادي، لان المشروعات الصغيرة تنفع الدول الصغيرة اكثر من الدول الكبيرة، ولو ان الايرادات التي تحصل الدول الكبيرة اكثر. فبالتالي لكن قلنا البنك الدولي ان هو حدد ان البيت القسيط ان عدد الافراد لازم يكون 50 فرد أو نحو ذلك، والمبيعات
القيمة الاقتصادية المالية وحجم المبيعات والوصول أكثر من 300 ألف أو 300 ألف أو أقل قليلا. تعرف في فقرة أخرى أن هي النشاط التجاري والخدمي الذي يلعب دور في تنمية تطوير البنى التحتية للدولة. يعني النشاط، أي نشاط بيطور من البنى التحتية الاقتصادية بصفة عامة، سواء كان صناعية، خدمية، زراعية، ويدعم النشاط الاقتصادي المحلي أو إحداث بمعنى التنمية محليا. نقول لي أي مدينة مثلا زي مدينة طرابلس لما تكون فيها مشروعات صغرى تغير في التركيبة الاقتصادية. يعني نكون عندنا ورش، وعندنا مثلا مزارع، في صناعات تقليدية، وفي صناعات ما تتعلق بالصناعات الغذائية البسيطة والصناعات الخدمية زي شركات الاستشارة والحوالات المالية والشركات التي تقدم خدمات كالمكتبات مثلا وصناعة الورق، ومثلا الأعمال الشركات التدريب، مثلا نقول مركز تدريب هذا يدرب في الموارد البشرية، سواء كان مثلا طلبة، خريجين، موظفين، هذا كله يعتبر مشروعات صغرى. طبعا تعرف حتى في تعريف آخر، قلنا مثلا الاستخدام الأمثل للموارد المشروع المتفق عليه لوصول الهدف المنشود تحقيق أقصى ربح وأقل تكلفة. بمعنى إن مثلا فيه موارد موجودة في الدولة، مثلا زي إحنا في مواد خام في ليبيا هلبة، مثلا في الزراعة أو في الصناعات نقول مثلا تو زي الخردة متواجدة بكثرة، ولكن ما نستفيدش منها تصدر، أو الورق يعني يجمعوا فيه ويرفعوا فيه لدول تاني، يأتي في علب كرتونية، المفروض تكون هنا فيه أكثر من مصنع للاستفادة منه. بدنا إحنا لأن المادة الخام موجودة والأمور المالية موجودة، لكن تبي إنشاء المشروع والحصول على الكفاءات البشرية أو المواد البشرية اللازمة لإدارة وتشغيل هذه المشروعات. هذا كمدخل عام. قلنا المدخل العام لمفهوم إدارة المشروع أو إدارة المشروعات الصغرى تختلف من دولة إلى أخرى طبقا للنشاط الاقتصادي. يعني دول مثلا نقول زي أمريكا، النشاط الاقتصادي تعرفها بتعريف أنه مثلا يكون في حجم الأصول أو الموارد المالية كبير، لأن النشاط الاقتصادي بتاعها كبير. يعني الميزانية العمومية متاعها أو ميزانية في بداية السنة المالية تأتي بمليارات الدولارات، يعني ممكن تأتي 500 و600 مليار وأكثر. لكن يجي لي دولة مثلا الدول النائية، مثلا نقول في الدول العربية بعض الدول مثلا الميزانية متاعها ب 20 مليار و15 مليار، يعني فرق كبير وشاسع. فبالتالي ما يقدرش أن ناخذ معيار واحد يعني نصنف فيه المشروع ونعمم به. يعني ممكن المشروع الصغير اللي بنعمه في دولة ممكن يأتي في مدينة واحدة في دولة صناعية زي اليابان أو زي فرنسا أو ألمانيا وما إلى ذلك. هذا كمدخل عام في المشروعات الصغرى. في ليبيا طبعا حسب قرار رئاسة الوزراء سنة 2007 إن هي معرفة المشروع الصغير مثلا إنه عدد الأفراد يكون فيه أكثر ما يعني من مش أقل من 10، والحجم المالي للمشروع هو نفس الشيء محددينه في كيف يكون كم القيمة المالية اللي هو مليون، أقصى حد ليه 1,800,000 دينار ليبي. طبعا إن شاء الله نشوفه في التصنيفات نزيد نتكلم عليه شوية عن تصنيف المشروعات وفقا للمعايير، لكن كهذا كحجم كمفهوم عام. المهم إن المشروع يخدم النشاط الاقتصادي بيت القصيد، وأنه يحدث تنمية اقتصادية محلية للدولة، ومن ثم فإذا كان بالإمكان أنه ممكن حتى يصدر مثلا لدول أخرى، زي ما احنا مثلا قلنا معه مصنع البرق في تونس يصدروا فيه لليبيا، ومشروع صغير أو بعض السلع أو المنتجات الزراعية بالأحرى تأتي من دول مجاورة تعتبر مشروعات زراعية، بالرغم من أن احنا عندنا إمكانيات المياه وعندنا الأراضي الصالحة للزراعة وعندنا الموارد المالية، لكن قلة الاهتمام وقلة العناية والتدريب وعدم دعم الدولة وتوجه الناس للقطاع العام هو اللي خلى هذه الأشياء تحدث، يعني تكون فيه واردات بالنسبة للدولة من بعض الصناعات التي تتعلق بالمشروعات الصغرى، ومن المفروض أنها تكون صناعات محلية. يعني بدل ما نبذر الأموال، والأموال هذه ممكن نحط بها تنمية اقتصادية محلية أفضل من إني أنا نجيب بها سلع من برا وأنا عندي إمكانيات إني ننتجها، خاصة في الصناعات الغذائية. يعني تو مثلا دولة زي الجزائر تلقى
جزء بسيط جدا لطبقة معينة من الناس، اللي هي تأتي مثلا السلع معينة تأتي من دول أوروبية زي فرنسا باعتبار عندهم علاقة جيدة بهم، لكن بعض الصناعات كلها محلية. حتى في ليبيا المفروض تكون هيك، يعني الصناعات معظمها محلية لما تمشي للأسواق، لنقصد الصناعات الغذائية يعني، مش نقول صناعات الآلات والمعدات، لأن هذه ما زال الدولة تبي تطوير في النشاط الاقتصادي باش نوصل النقطة هذه، لكن الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية والخدمية زي صناعة الورق، واحدة دي المفروض كلها تكون زي الجزائر ومصر بالاعتماد على النشاط الاقتصادي المحلي وحدات تنمية اقتصادية. هذا كمدخل أو كمفهوم عام لمفهوم إدارة أهمية المشروعات الصغرى. طبعا المشروعات الصغرى لها العديد من المهام، سواء كانت المهام المتعلقة التي تأتي على بالنفع للدولة أو للفرد أو للنشاط الاقتصادي بالنسبة للدولة أو وحدات التنمية الاقتصادية. فبالتالي أول حاجة مصدر لخلق فرص عمل، يعني أن كل الخريجين لما تكون فيه مشروعات صغيرة متعددة ومتنوعة يأتي فرصة عمل، بدل من هو يبحث عن عمل لأن موجود الأعمال قدامه، باعتبار توجد الآلاف من المشاريع الصغيرة، وبدل من هو يلجأ القطاع العام وينتظر أنت يجي تعيين من الدولة أو تعيينه في مصرف أو في مؤسسة عامة، لكن ممكن حجم الأعباء الوظيفية كبير ومستوى الأداء يكون أو المردود ضعيف بالنسبة لنظر للاكتظاظ السكان الاكتظاظ الموارد البشرية في العديد من مؤسسات الدولة. فبالتالي ما قلنا هي فرصة لخلق القضاء، يعني بمعنى القضاء على البطل، خاصة في المدن النائية والقرى النائية اللي ما تصلحش أن تكون فيها مثل مؤسسات كبيرة. يعني بعض المدن ممكن ما عندهاش حتى مصارف او ما عندهاش قطاع مؤسسات في القطاع الدولي العام، نقول مثلا المؤسسات الدولة مثلا السجل المدني او وزارة صحة او تعليم او قطاع صحي وكذا، ممكن تكون في مستوصفات وكذا، لكن ما فيش مؤسسات ادارية تتعلق مثلا بقطاع الصحة او بتعليم. فبالتالي نقولنا هذه المشروعات الصغرى تخلق فرص عمل لما تكون متواجدة ومتوزعة جغرافيا لإحداث التنمية الاقتصادية، يعني اللي بيتخرج بيلقى عمل لأن في قدام العديد من فرص العمل. زي مثلا نقول احنا في شباب مش يطلعوا برا لأن غادي فيه فرص عمل في القطاع الخاص، يعني مش كل شيء عبين على الدولة، أول ما يمشي يقعد شوي يحصل عمل، لكن مثلا القطاع الخاص مازال يبي ثورة في النشاط الاقتصادي وحدات التنمية الاقتصادية لقضاء على الفجوة ما بين متطلبات الأفراد أو الخريجين وما بين أو الباحثين عن العمل وما بين الفجوة هذه تقليل اللي هي ما بين الخريجين والباحثين عن العمل وما بين الوضع أو توصيف الوظائف أو الوظائف التي يجب أن تكون في المشروعات الصغرى. المهارات والإبداعات الجديدة، طبعا ان النقطة هذه مهمة حتى، لان قلنا الفرد لما يبدأ متخرج مثلا من قطاع مثلا في التقنية او في الهندسة او في قانون مثلا او في الاقتصاد او في علم التسويق، لما بيتخرج وبيلقى فرصة عمل، يعني الاشياء اللي يقراها واللي يتعلمها هو بيطبقها في الجانب العملي، فبالتالي تعطيه فرصة انه هو يكون شخص ريادي ويبتكر اعمال جديدة من خلال، لان المشروع هذا هو جزء منه. فنجاح المشروع من نجاح عمله ومسيرته في الدولة أو في الحياة. فبالتالي هو يحاول أنه يخلق كل الأشياء التي تؤدي إلى مثلا تطبيق مهاراته والإبداعات التي يمتلكها في الأعمال أو النشاط الذي يقوم به، لأنه هو قلنا مثلا هذه المهارات تساعد المشروعات الصغرى، تساعد هذه المهارات على التطبيق لهذه المهارات، أي أن كل ما تعلمه يطبقه في هذا الجانب. مثلا نقول حد متخرج من قسم التحاليل لم يكون فيه عنده مختبرات طبية أو مختبرات مثلا معامل مخبرية، هذه إن هو كل اللي تعلمه يحاول إن هو يطبقه في هذه المعامل. أو مثلا متخرج من النشاط قسم التسويق او قسم قسم التسويق، مثلا كل الاشياء والمهارات التسويقيه يتعلمها يحاول انه هو كيف يسوق السلع والخدمات الى الناس، وانه هو يحسن من تقديم النشاط التسويقي المعمول به ويطوره، لان هو
اشياء تعلمها وحاول انه بيطبقها عمله، والعديد من ذلك قصه على ذلك. فالنقطه الاخرى اللي هو عامل مساعد للاستقرار السياسي والاجتماعي، يقول لي لما بعض المدن النائيه لما تلقاش فيها عمل الشباب او الباحثين عن العمل، طبيعي انه بيبحث عن عمل لانه مصدر قوت يومه، فيحاول انه مثلا يلجأ الى مدن اخرى. فمثلا تو معظم المدن اللي تلقاها مكتظه بالسكان مثلا تلقاها لان فيها انشطه عديده، وبعض المدن تقل فيها دي لان ما فيش نشاطات. لكن لو ان مثلا نقول مثلا في بعض المدن فيها انشطه خدميه وانشطه زراعيه حسب الحاجه التي تتطلبها هذه المدينه، فبالتالي انه هو لما يبدا في نفس المدينه اللي يقطن فيها او يسكن فيها او مسقط راسه، انه هو يقعد في هذه المدينه يحاول انه هو يبحث عن نشاط اقتصادي يعمل به لي مثلا مصدر لقوت يومه، ومساعده المدينه هذه في تقديم السلع والخدمات ووحدات تنميه محليه، وبالتالي يعود في النهايه بكل بالنسبه للدوله في التخطيط الاقتصادي الجيد. فبالتالي انه هو في عامل استقرار. لكن لما نقول تقل المشروعات في بعض المدن، معناها بيبحث عن عمل، طبيعي انه هو بيهاجر او بينزح من هذه المدينه الى تلك. أنا نفس الشيء النشاط السياسي مرتبط بالنشاط الاجتماعي. قلنا العديد مثلا نشوف احنا في العالم كل يوم فيه مظاهرات، نقابات العمال، الزراعيين، الحقوقيون، الاقتصاديون، نقول مثلا الناس تتعلق في القطاع العام، القطاع المواصلات، نقول احنا السواقين وكذا اللي يخدموا في القطاع، دايما فيه اضرابات ودايما فيه مشاكل، ويستغلوا فيهم الناس اللي هي تبحث عن تأجيج الأوضاع أو تبحث عن المناصب في السياسة، لأن هي تبقى هذه يستهدفها لأنها تميل معه، لأنها مثلا تبي تحسن في الوضع المعيشي بتاعها. فبالتالي لو كانت ما فيش مشروع صغير، معناها هذا من الأشياء اللي سبب في مشاكل سياسية بالنسبة للدولة، لأن فيه بطالة وفيه ناس مش واخد حقوقها، وفيه ناس مثلا أو باحثين على العمل ما يلقوش وين يشتغلوا لأن الدولة مش موفرة لهم الأشياء. النقطة الأخرى، المشروعات الصغيرة تدعم المشروعات الكبرى بالعديد من الأفكار. كنا معظم المشروعات الكبيرة تأتيها أفكار ريادية في بداية المحاضرة. دعنا نقول الأفكار الريادية تأتي من شخص ريادي، يعني بالمشروعات الصغيرة يعني خريج مثلا من جامعة أو مبتدي في نشاط في عمل ما، يأتي بفكرة ريادية. وهن هذه الأفكار مثلا قلنا مثلا زي شركة مايكروسوفت وشركة فورد والعديد من الشركات، او في المؤتمرات العلميه وفي الندوات تقدم من قبل افكار رياديين او افكار يبحثوا عن عمل او افكار بسطاء يعني، لكن عندهم امكانيات انهم عندهم افكار يحاولوا ان هذه الفكره هذه تاتي كحقوق مثلا محفوظه بالنسبه للشخص هذه، يقوم ب تقوم الشركات الكبرى مثلا بالحصول على هذه الافكار الجديده او هذه العمل الريادي الجديد مثلا للعمل به وتقديمها على أرض الواقع كصناعة أو كنشاط خدمي. المشروعات الصغرى قدرة على التكيف، إن هي مثلا تستطيع، لأن هي قلنا حجم الاقتصاد بتاعها بسيط، فبالتالي عندها قدرة إن هي تتكيف مع الوضع، مثلا نقول النشاط الزراعي في مدينة ما، إن هي تستطيع تتكيف مع البيئة، ما فيش مؤثرات بيئية كبيرة لأن ما فيش حجم منافسة كبير، أو إنها تعتمد وقارئ جيد هذا المشروع أو يعتبر قارئ جيد للبيئة الداخلية والخارجية من حوله، لان ما هوش مرتبط بحجم المنافسة الكبير مثلا نقول زي الصناعات الخارجية. يعني احنا مثلا عندما نجي نرفعوا لي دول مثلا اوروبا، معنا في منافسة كبيرة وفي مواصفات وفي كذا، ممكن ما عندهش قدرة انه يتكيف. استغلال المتغيرات البسيطة، قلنا المواد الخام في البلاد كلها يعني يستفاد منها في صناعات، يعني الصناعات الاستخراجية تتحول لصناعات تحويلية كالصناعات الغذائية أو المنتجات الزراعية أو المنتجات الخدمية. وبالتالي كل هذه الأشياء نستفيد منها بدل من أني أنا أكون نصدرها مثلا لدول عديدة، مثلا زي مثلا حصل تو مثلا في بعض الصناعات، قلنا الورق مثلا المادة الخام يصدر منها ويجيبوا لنا فيها مثلا في علب كرتونية أو في الخردة، وتأتي في صناعات معلب أو العلبة هي اللي نستخدمه فيها والقنينات وما إلى ذلك. هذه المفروض كلها تكون موجودة عندنا لأن المادة الخام فيه والموارد المالية فيه، لكن تبي حسن الاختيار وكيفية إنشاء النشاط الاقتصادي الذي يدعم هذه الصناعة أو هذا الخدمة. المنافسة، نقول لما تكون في مدينة واحدة العديد من المشروعات الصغرى التي تكون في نفس النشاط الاقتصادي، مثلا نشاط خدمي
او النشاط الصناعي، بس مصنع لصناعة العصائر او الصناعات الغذائية البسيطة، يكون فيه 3 4 في المدينة مثلا زي عندنا في طرابلس، كل واحد يحاول انه هو يقدم افضل الابداع والتطوير اللي عنده، مثلا في الشكل، في التغليف، في التعبئة، في السعر، في خدمات التوصيل، خدمات ما بعد التوصيل، الحجم حتى هو اللي يدور، مثلا هذه نوعية المستهلكين، فمثلا عصاير مثلا نقول على سبيل المثال هو عندنا النسيم، عندنا الجودي، عندنا كذا، يحاول انه هو مثلا كل واحد انه هو يطور في الحجم بتاعه، او بعض منه ينتج منه اصناف وانواع، هذه الاصناف والانواع تتماشى وطبيعة المستهلكين. قلنا النقطة الأخرى، توطين الأنشطة الاقتصادية، طبعا تكلمنا في السياق بها في البداية، قلنا مثلا العديد من المدن، مثلا نقول مدن الجنوب أو مدن المنطقة الغربية أو في الشرق أو حتى هنا المدن الساحل في ليبيا مثلا على سبيل المثال، لما يكون عندنا مثلا في الجنوب عندنا مثلا يحتاج إلى صناعات زراعية، لأن غادي فيه المياه وفيه الأراضي الصالحة للزراعة، لابد من الدولة توطن هذه الأنشطة باش تنجح، وأن الأفراد اللي غادي يحصلوا على حقهم من النشاط الاقتصادي في الدولة بما يتماشى وطبيعة المكان. فالأنشطة مثلا الدول المفروض مثلا نقول المدن التي تكون في الحدود مع دول أخرى، مثلا عندنا في أقصى الغرب وفي أقصى الشرق، مثلا تحدث في تونس في مصر، لابد أن تكون في هذه المناطق فيها نشاط اقتصادي أو مشروع صغير يتعلق بالنشاط الخدمي، لأن مثلا هنا كل الصناعات تخرج من الدولة بدون رقيب، وهذه الدولة ما تستفيدش منها، يعني الدولة تكلف أعباء مثلا للتوصيل للمواطن وبعدين تباع لدول أخرى، وإن المفروض تكون فيه نشاط أو مشروعات صغيرة تتعلق نقول مثلا زي الدات فري، السوق الحرة يعني، وتكون مثلا تبيع هذه المنتجات لدول مجاورة لتستفيد منها الدولة والمدينة والأهل أو السكان اللي داخل المدينة، وبالتالي فيه توطين للنشاط الاقتصادي داخل الدولة. نقول بعض المدن مثلا تحتاج إلى صناعات خدمية، مثلا المدن نقول التي تكون فيها مثلا مواني ومطارات وكذا، ويحتاج ولا مؤسسات عامة عديدة، مثلا نقول زي طرابلس تحتاج العديد من الأنشطة الخدمية، نفس الشيء مع الأنشطة الصناعية، لأن هنا حجم النشاط الخدمي يقدم لهذه المؤسسات العامة، وحجم النشاط الاقتصادي مثلا في النشاط الخدمي كبير، فيحتاج العديد من المشروعات الصغرى التي تهتم بهذه الأشياء. هذا بالنسبة للأهمية في مجملها، هي عندها العديد من الفوائد، لكن احنا ركزنا على الأشياء المهمة. طبعا نجي لي معايير تصنيف المشروعات الصغرى. المشروعات الصغرى عندها العديد من المعايير، كمعيارين أساسيين، معايير كمية ومعايير وصفية، لكن كل واحدة تضم العديد من الفئات. فمثلا قلنا المعايير الكمية، قلنا تصنف الدول وفق المعايير الكمية على حسب كل دولة طبيعة النشاط الاقتصادي والمكون الداخلي لها. فمثلا المعايير الكمية، أمتى نقول مشروع صغير وأمتى نقول مشروع كبير؟ أول حاجة معيار عدد العاملين، أو الأفراد اللي يشتغلوا في المشروع. فبعض الدول تعتبر مثلا نقول من 10 أو أقل، مثلا زي ليبيا مثلا نقول يعتبر مشروع صغير، بعض الدول تعتبر 25، بعدها 50، بعدها مثلا زي الهند قالت انه يكون في 250 فرد. علاش؟ قالت لي ان الهدف الاساسي اللي دات للمشروع الصغير قضاء على البطاله، لان الدوله هذه علاش اخذت بالنقطه هذه، لان عدد سكان هلبة، فهي ما تبيش تركز تحصد دول 10 عاملين، معناها بيقعد عندها بطاله، فبالتالي تزيد عدد العاملين، لكن ممكن فيها معايير اخرى تركز عليها. فالمعيار عدد العاملين يختلف من دوله لاخرى حسب طبيعة النشاط الاقتصادي والظروف الداخلية للدولة. وبعض الدول قلنا مثلا زي صندوق الاجتماعي للتنمية مثلا 50 مشغل أو عامل، في بعض منها يعتبر في 100 عامل، مثلا زي وزارة العمل المصرية أو وزارة الصناعة، تعتبر أن هي مثلا لما عد الأفراد اللي في المشروع يكون من 10 إلى 100 يعتبر مشروع صغير. فقلنا هذا هو الاختلاف ما بين مثلا في الشركات الأمريكية تعتبر مثلا من 50 إلى 100، لأن حجم النشاط الاقتصادي كبير في تلك الدول، وبالتالي اختلاف من دولة إلى أخرى حسب طبيعة النشاط الاقتصادي. بقى انتقادات الموجه المعيار هذا، إن هي مثلا معيار نقصد على عدد العاملين في المعايير الكمية،
يخفي الرقم الحقيقي لعد العمال والأجور، تخوف من ضرب. يعني مثلا يبدي الشغل وعنده 50، يقول هو يشتغل 30، مش حاصرهم في الأوراق المستندين بتاعها، لأن هو خايف مثلا إنه هضم الأعداد هذه بدفع لها ضرائب. النقطة الأخرى اللي هي استعانة بعمال مؤقتين في قلنا مشروعات صغرى، تعتمد على نظام الطلبيات، يعني تشتغل بنظام الطلبيات مش بنظام الإنتاج المستمر. وبالتالي طبعا هذا يخدتوه في إدارة العمليات الإنتاجية. الإنتاج المستمر يعني دائما فيه إنتاج على طول اليوم، لكن مرات مشروعات صغرى عندها طلبية في اليوم الواحد، أو مرات في اليومين عندها طلبية، ومرات في اليوم واحد ثلاثة طلبيات. فبالتالي لما تتكاثر عليه الأعباء بالنسبة للأعباء الوظيفية تتعلق بصناعة ما أو بمنتج ما، تأتي بعمالة مؤقتة لتنتهي هذه الطلبية، وبعدين تصرح هذه العمالة يشتغل بالنظام اليومي كذا. فبالتالي إن هي تعتبر هنا العمالة الحقيقية مخفية، لأن أنا عندي مثلا 10 أو 15 عامل أو موظف، لكن أنا استعنت بعمال تانيين في نظام الطلبيات المكتظة، أو لما تكون عندي طلبيات عديدة. فبالتالي ما عنديش العد الحقيقي، يعني مش موجود. باهي نقول مثلا لو حددنا عد العاملين، نقول لازم يشتغلوا 10 مثلا في المشروع الصغير، ولازم يشتغلوا 20، هنا نقلل من فرص القضاء على البطالة. القضاء على البطالة معناه تعيين أكبر عدد من الأفراد، لكن لما نقول 10 بس في المشروع، مرات أنا ما نقدرش نزيد مثلا 5 تانيين، لأن بالقانون هنا بيمنعني إن ما يزيدش عدد الأفراد على مثلا 30 عامل أو 50 عامل. فبالتالي هنا يقلل من فرص الحصول على أو القضاء على البطالة. نجي للمعيار الآخر، معيار رأس المال. قلنا رأس المال يختلف من نشاط اقتصادي لدولة إلى آخر طبقا للحجم الاقتصادي للدولة. كيف ما قلنا، فالأصول والميزانية العمومية مثلا للدولة الصناعية في دول العالم الصناعي يختلف عن دولة نائية. فبالتالي إن لابد إن المعيار هو بطبيعة الحال بيختلف ما بين دولة وما بين أخرى طبقا للحجم الاقتصادي. فالمشروعات الصغرى في طبيعتها تتميز بانخفاض رأس المال، لكن انخفاض رأس المال هذا اللي نشوفه في احنا مثلا في دولة ما مثلا زي ليبيا أو الدول العربية أو الدول النامية، احنا نشوفه في مثلا هذا انخفاض رأس المال، ونشوفه في المبلغ الثاني إنه هو مشروع كبير. هذا يعتبر مشروع كبير، يعتبر مشروع صغير في الدول الكبرى، لأن الأموال هي اللي تشوفها مثلا مبالغ بملايين 5 6 10 مليون، هم يعتبروا فيها مشروع صغير، احنا نعتبروا فيها مشروع كبير، لأن حجم النشاط الاقتصادي أو التداول الاقتصادي أو قيمة الأصول بالنسبة لي هم كبيرة جدا نظرا لكبر حجم النشاط الاقتصادي وتعدد الصناعات الضخمة بالنسبة لهذه الدولة. فبالتالي ان هي لابد رأس المال هذه قلنا لابد من معيار بتاع اختلاف ما بين الدولة نظرا لاختلاف نظام الانتاج والنشاط الاقتصادي. الاختلاف طبعا قلنا رأس المال هو نفس الشيء، قلنا مثلا يختلف ما بين العديد من دول ليبيا مثلا محددات حسب قرار رئاسة الوزراء في 2007 و8 ان هي $1,800,000، مليون و800,000 دولار، والجزائر اقل من 200,000، يعني قلت رأس المال لكن ركزت على عدد الافراد. الهند نفس الشيء، المهم تقضي على البطالة وحاولت انها تقلل من حتى نفس الشيء رأس المال بمعدل 200,000 دولار. فرنسا مثلا نفس الشيء، حتى يوم محدد عندنا مثلا مشروع صغير بمقاربة 400,000 دولار كأقصى حد. أمريكا أكثر من 2 مليون. طبعا هذه الإحصائيات بعض منها في بداية مطلع الألفيني، وبعض منها في 2010، وبعض منها في 2012 اللي متداول، يعني واللي موجود في الأرشيف اللي تحصلنا عليه. منظمة العمل الدولية إن هي أقل من 100,000 دولار. طبعا منظمة العمل الدولية وبنك العمل الدولي يحاول إن هو المعايير يأتي يتقارب مع المشروعات، أما مع الدول الصغيرة أو الدول الطامحة حين تنشئ مشروعات صغرى، نظر لأنه هو مثلا يقوم بدعم هذه الدول، لأن الدول الكبرى يعني تعتبر بعض السياسات الاقتصادية عندها
خارجة حتى عن سيطرة وحكم البنك الدولي. هذا كمعيار بالنسبة لرأس المال، قاعدين في المعايير الكمية. معيار المبيعات نفس الشيء، معيار المبيعات يختلف حجم المبيعات من نشاط اقتصادي إلى آخر. فمثلا بعض المنتجات الصناعية الغذائية، الصناعات الغذائية ممكن في اليوم الواحد تبيع بمئات الأنواع، ممكن يوصل حتى آلاف الأنواع، هذا لو صنفنا مثلا حجم المبيعات. لكن كم قيمة هذه المبيعات أو هذه الصناعات التي بيعت؟ فبالتالي نقول مثلا معيار المبيعات يختلف من طبيعة نشاط اقتصادي إلى آخر. فبعض منها نقول مثلا مبيعات تباع بكميات كبيرة زي الصناعات الغذائية، وبعض منها مثلا زي نقول مثلا أجهزة الكمبيوتر أو الحاجات تتعلق بالتقنية. في اليوم ما نبيعش مثلا نقول ممكن بعنا في اليوم هذا في صناعة غذائية 3000 4000، لكن في صناعة أخرى بعنا مثلا بعنا ممكن 20 قطعة أو 15 قطعة من أجهزة الحاسوب. فهنا ما نقدرش نقول نوحد المعيار، لأن طبيعة النشاط أو طبيعة السلعة هنا تختلف من نقطة إلى أخرى. طبعا العديد، لكن فيه معيار هيك موحد بعض من البنك الدولي والمنظمات الدولية حاولت أنها تقرر بعض المعايير نظرا لقراءة العديد من النشاطات الاقتصادية. مثلا نقول حد الصناعات، صنف الصناعات كم يكون فيها الغذائية، الصناعات الثقيلة مثلا، صناعات العمل النشاط الزراعي كم يكون فيه مثلا الحجم بتاعها من المبيعات. طبعا الانتقادات الموجهة لهذا المعيار انما بعض المشروعات الصغرى ما تقيدش كل العمليات البيعيه، يعني مثلا نقول خاصه في الصناعات الغذائيه وفي النشا او في المنتجات الزراعيه تباع بعض منها بكم بالطلبيات الكبيره، لكن بعض منها لا يباع بكميات، او لما تكون الطلبيه قليله هذه الطلبيه ما تباعش بنفس او ما لا تقيد في السجلات الفعليه، فهي مثلا تحسب كصنف بسيط ولا يقيد في عمليه الصادرات بالنسبة للمشروع الصغير. لأن بالتالي هنا قلنا مش معظم المبيعات تقيد في السجلات أو في الدفاتر اليومية. والنقطة الأخرى انتقادات، هو ما نقدرش نقول من اللي قلنا ما هوش موحد المعيار هذا كما شرحنا في بداية هذه النقطة، إن هي يختلف حجم النشاط الاقتصادي من نوع معين من المنتج إلى آخر. فبالتالي ما نقدرش نقول الصناعات الغذائية نقارنها بصناعات خدمية أو بصناعات زراعية. فبالتالي هنا يختلف حجم أو طبيعة النشاط الاقتصادي في المعيار من غير المجدي أو من غير الصواب إن نصنف أو نوحد هذا المعيار. في معايير أخرى حتى هي معيار كمية الإنتاج والطاقة الإنتاجية، يعني كم أنتجنا في اليوم. فمثلا نقول الصناعات الغذائية ممكن في اليوم ننتج 2000 1500 قطعة، لكن في صناعات أخرى مثلا صناعات تتعلق بالأثاث أو صناعات تتعلق بالخدمات الأخرى أو صناعات تتعلق ب أو خدمات، مش ضروري صناعات، حتى في الخدمات عندنا مكتب استشاري شركة استشارات في اليوم. كمية العمل الفعلي ممكن اليوم قدمنا استشارة لشركة واحدة أو زوز بس، لكن مش زي هذيك مثلا عندنا 2000 نوع من العمل، لكن عندنا زوز أعمال بس. فبالتالي كمية الإنتاج تختلف لطبيعة النشاط الاقتصادي. والطاقة الإنتاجية نفس الشيء، حتى هي معيار الطاقة الإنتاجية كم حتى هي تختلف بطبيعة النشاط الاقتصادي. هذه النقطة الأولى اللي هي الطاقة الإنتاجية وكمية الإنتاج والمبيعات ورأس المال وعدد العاملين، تدخل في صنف أو فئة تصنيف معايير الصغرى وفقا لمعايير الكمية. المعايير الثانية اللي هي معايير الوصفية، معيار الملكية، يعني كم المشروع هو لشخص، هل هو ملكة أو في شراكة مع عدد محدود من الأفراد، سواء كان الأفراد في نطاق الأسرة أو الأصدقاء أو الأقارب. فبالتالي لأن قلنا بعض الصناعات خاصة في مصر، يعني أو في بعض المعايير ما تتعلق بأعمال الحياكة أو أعمال الصناعات التقليدية الحرفية، عندهم مثلا مصر وسوريا قاعدة تنشط، هذه معظمها تأتي تكون من صناعات يقوم بها الأفراد العائلة نفسهم، يعني مجموعة شركة، أو في البساتين المختلفة أو في المزارع نفس الشيء، تلقاه يعني أسرة متكاملة هي التي تقوم بالنشاط الزراعي داخل هذه
الله داخل هذه الأسرة. فبالتالي لابد أن هو مثلا إحنا يختلف المعيار الكمية من دولة إلى أخرى أو من نشاط إلى آخر. معيار التخصص الإداري، معيار التخصص الإداري في المشروعات الصغرى عادة ما يقوم شخص واحد وهو مدير مشروع بغالبية المهام مع عدد من المساعدين. مميزات هذا المعيار وجود حافز قوي للعمل وسرعة اتخاذ القرارات. يعني التخصص الإداري قلنا هذا المعيار هو لابد أن الشخص الذي يقوم بمثلا الأعمال لابد يكون متخصص في العمل بتاعه، مثلا مدير مشروع يكون عنده خبرة في الإدارة وفي الأعمال الإدارية والتنظيم والتخطيط والرقابة وتحسين معدلات الأداء والأعمال المستندية، وأن الأفراد مثلا اللي ماسك السجلات أو المبيعات أو عمليات المناولة عمليات التسويق لهذه المنتجات لابد يكون عنده خبرة أو باك جراوند أو خلفية، يعني ما يكونش كشخص هامشي لأن مرات يأثر على نجاح المشروع. ولكن في معظم لاحظ أن هي في معظم المشروعات الصغرى في الدول النامية ما تركزش على نقطة التخصص الإداري. علاش؟ تو في دول أمريكا مثلا أو في الدول دي الشخص لما 60 سنة يتقاعد يحصل من خلالها بعد سن التقاعد من خلال على فرصة أنه هو مازال عنده مقبل أو مازال عنده متسع أنه هو يقوم مع مجموعة خريجين من الجامعات. يعني شخص عنده خبرة في العمل الدولة مثلا أو في العمل الإداري أو في العمل في أي مؤسسة ما، مثلا عنده عمر 60 بعد لما يتقاعد ينشئ مشروع صغير مع مجموعة من الباحثين عن العمل أفراد شباب خريجين، وانه ينشئ مشروع صغير. فبالتالي هذا المشروع هو ان هو تخصص مثلا هو بينشئ في نفس التخصص بتاعه ويحاول ان يدرب الافراد عمه ويلم مثلا نقول مثلا مجموعه في التسويق، مجموعه في الانتاج، مجموعه في المناوله والتخزين، مجموعه في الاعمال الفنيه، مجموعه في الاستشاره القانونيه. يحاول مثلا يلم 30 40 فمورد باش يبحث عن عمل وينشئ مشروع صغير. هذا بالنسبه في الدول الكبرى او الدول الناجحه في المشروعات. لكن الدول النائيه لاحظ ان مدير المشروع هو نفسه مرات يكون شخص حتى ما عندهش مؤهلات وخبرات، لكن هو يبي مدير لهذا المشروع خوفا مثلا على الاموال بتاعه، او يبي هو يقوم بكل شيء، ما يبيش يدفع اموال، يعني الاموال يقول لك تقعد يعني المرتب افضل من اني نعطيه لغير. الحس السوقي نفس الشيء بالنظر العلاقة حتمية طارت المؤسسة بالسوق، فهو يعتبر بهذا مؤشر تحديد هذه المؤسسة باعتمادها على وزنها وأهميتها داخل الأسواق.